ومن غزة ينضم إلينا مراسل جدة حازم البنا. يعني حازم، لو تعطينا تفاصيل أكثر عن فعاليات مسيرات العودة اليوم وحجم المشاركة فيها حتى الآن. يعني بداية تنطلق هذه المسيرات في هذه اللحظات وسط مشاركة كما نلاحظ من مجموعات من الشبان الفلسطينيين يحاولون يعني ترجمة حالة الغضب من استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن هذه الجمعة تأتي في ظل تعقيدات سياسية وميدانية لها علاقة باستمرار تنصل إسرائيل من تفاهمات التهدئة واستمرار الأزمات الإنسانية في قطاع غزة. كما نلاحظ في هذه اللحظات هناك مجموعات من الشبان قريبة من السياج الأمني الفاصل على بعد أمتار قليلة، وهناك انتشار مكثف لجنود جيش الاحتلال وسط مخاوف وتقديرات لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تشهد هذه الجمعة أعمال عنف من قبل المتظاهرين. ولكن كما يبدو أن هناك قلق إسرائيلي من هذه الجمعة في ضوء يعني رفض حركة حماس لأموال المنحة القطرية، وأيضا استمرار تحذيرها من أي تصعيد إسرائيلي في قطاع غزة. سترد، قالت حماس وبقية الفصائل، بأنه سيكون هناك رد قوي في حال جرى أي تصعيد عسكري في قطاع غزة. لذلك نرى في هذه اللحظات بأن الأعصاب مشدودة، الكل يترقب وينظر لمجريات الميدان كيف ستكون هذه الجمعة. سنشهد ربما إطلاق مزيد من الطائرات الورقية، البالونات الحارقة، هناك استنفار أيضا من قناصة جنود جيش الاحتلال الذين بدأوا منذ ساعات الصباح بالانتشار على الكثبان الرملية، ويواصلون في هذه اللحظات إطلاق يعني قنابل الغاز المسيلة للدموع وبعض الأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين، وسط تأكيد ودعوات كبيرة من الفصائل الفلسطينية بالمشاركة الفاعلة والواسعة في هذه المسيرة. ولكن هم أيضا يؤكدون الفصائل على أن إجراءات حماية المتظاهرين ستكون يعني قائمة في الميدان، ولم يكن هناك انفلات في محاولة لتوحيد مشهد المواجهة وعدم الذهاب باتجاه يعني خطوات قد يعني تسفر مزيد من الدماء في صفوف المواطنين. لذلك كما نلاحظ هناك حركة نشطة لجبات جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح، وأيضا التصعيد العسكري الإسرائيلي سواء فيما يتعلق بالأيام الماضية واستهداف مواقع حركة حماس أو الاعتداءات على الأسرى، كل هذا ينذر بتسخين ميداني في قطاع غزة في ضوء اشتداد الأزمة الإنسانية في القطاع. ستحاول أيضا الفصائل أن تلقي بعض الكلمات في المخيمات العودة الخمس، وتؤكد على سلمية وشعبية هذه التظاهرات، وبأنها لن تسمح لإسرائيل بمزيد من الاشتراطات والابتزازات في موضوع كسر الحصار، ولن تسمح بأن تكون غزة يعني ورقة في الصراع الانتخابي داخل إسرائيل. لذلك هناك يعني حرص أيضا من قبل هؤلاء المتظاهرين على إظهار قوة الحضور الجماهيري في هذه المسيرات والالتفاف أكثر على فكرة هذه المسيرات والتمترس حول يعني إيمانهم بقناعتهم بأن هذا الحصار سيكسر بقوة هذه الجماهير الملتفة في هذه اللحظات. هذه هي صورة الأوضاع حتى اللحظة، ربما نشهد تصعيد في الدقائق القادمة أو توافد أكثر يعني المتظاهرين، خاصة أنه بعد عصر اليوم تزداد شيئا فشيئا هذه التظاهرات كما يجري في العادة. ربما نشاهد الآلاف من هذه الجماهير سيشاركون في الساعات القادمة. نعم، سنتابع معك بالتأكيد تطورات المشهد لحظة بلحظة. من غزة مراسل الغد حازم البنا، شكرا جزيلا لك.